بخصوص مستقبل المنتخبات الوطنية ومشاركتها في استحقاقات القارية المقبلة. تبع المحاولة برزوق، حمزة برزوق يضع الكرة، حمزة برزوق بهذه الطريقة الكرة كانت في الجهة اليمنى عند إلى حافظ يخلع الكرة يمرر التمريرة، ما كاينش هناك تسلل وراء المدافع اللي هو إينيفال كوامي. كيتمكن حمزة برزوق أنه يسترجع الذكريات ديالو الجميلة بهز الشباك ويضع الكرة بهذه الطريقة، وهدف أول لفائدة